أنا اسمي منات الخير، ولدت في مدينة جبلة ونشأت فيها حتى الثانوية، ثم انتقلت إلى اللاذقية حيث حصلت على إجازة في اللغة العربية من جامعة تشرين، وكنا أول دفعة تتخرج من جامعة تشرين. عملت في التدريس حوالي 20 عام، ثم أثناءها كنت أشتغل في مجلس المحافظة، كنت في الإدارة المحلية، ثم انتقلت تفرغت لدورة في مكتب التنفيذي للمحافظة، ثم عملت في العمل الإداري في التربية، استلمت دائرة المكتبات وكنت يعني أقوم بجولات على كل مكتبات المحافظة، ثم انتقلت بعدها للعمل في دائرة تعليم الكبار أو محو الأمية. أيضا يعني كان هناك فرصة للتعرف على كل ريف المحافظة، وبعدها انتقلت إلى المسرح القومي، عملت في إدارة المسرح القومي لمدة 4 سنوات، ثم أعمل حاليا رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب في اللاذقية. هذا باختصار شديد. متزوجة من المحامي سري حداد، ولي ولدان شاب وصبية. نشأت في أسرة كبيرة، يعني نسبيا نحن 9 أولاد، 6 بنات و3 شباب، ووجود هذه الأسرة الكبيرة سيكون هناك ضغط مادي وصعوبات كثيرة، صعوبات في السكن مثلا، لم يكن بيتنا واسع، وبالتالي كنا أحيانا يعني نضيق أو يضيق المكان بنا ونتحايل عليه. مثلا كنت أحيانا كثيرة أذكر جيدا في مرحلة من المراحل، أنا دائما كنت أحب القراءة صباحا، ووجود إخوتي النائمين لم أكن أستطيع أن أشعل الكهرباء، فكنت أفتح الستارة قليلا لأستعين بضوء الشارع، كان يأتيني الضوء من عمود النور الخارجي فأدرس عليه طيلة فترة الصباح. يعني لي أم يعني هي حقيقة، ماذا أقول، هي أشبه ما تكون بنموذج للأم السورية أو للأم التي عاشت في هذا الريف. تجاوزت كثير من الصعوبات، تفوقت على ذاتها، فهي أم أمية، ولكنها كانت تمارس نوع من الرقابة التدريسية علينا، فتحمل الكتاب وترينا أنها تسمع لنا وهي لا تعرف القراءة والكتابة، فعندما تكسر التأتأة تقول لأحدنا اذهب أنت لست حافظ دروسك، مع أنه الغالبية أن أولاد تلك الأيام كانوا يدرسون لأنفسهم، لم يكن هناك لا مدرسين مساعدين ولا اهتمام كبير من الأهل، فالأم التي عندها 9 أولاد يعني كان يكفيها أن تطبخ وتغسل لهم، ولكن أمي دائما كانت تحفزنا على الدراسة، تقول إذا لم تحققوا الآن ما تريدون فالدراسة ستجعلكم تحققون أحلامكم. وهكذا نشأ إخوتي، كلهم متعلمون، يعني بين أطباء ومهندسين ومدرسين، فالأولاد 9 يحملون شهادات جامعية. تعلمت من أمي العزيمة والصبر وقوة الإرادة، فكانت هي دائما تشجعنا، فتقول أن ملط يعني إذا رأيت الآن أمر وأغراك صرفي نظرك عنه تنسينه، فكانت دائما هي تتحايل على الظروف المادية الصعبة التي لا تستطيع أن تؤمن بها طلبات أولادها، بأن تحفزهم كما قلت لك، وتقول مثلا فلانة تلبس أو فلانة تتزين، ولكن أنت إذا تفوقت دراسيا ستصبحين أحسن أفضل مني. في الحقيقة يعني أنا تفتحت موهبتي على والدي المرحوم الشاعر عز الدين الخير، الذي كان دائما يردد على مسامعنا الأشعار التي يحفظها ويحثنا على القراءة،
وهكذا يعني أنا بدأت المطالعة بسن كتير مبكر، ولم يكن هناك الكثير من الكتب المخصصة للأطفال. ظلت المطالعة أو حتى قراءة الشعر وكتابته هي الواحة التي أستريح فيها، سواء في طفولتي وفي صباي. هي دائما كانت ماذا نقول، هي المستراح، هي المكان، هي الفسحة في الزمان والمكان التي ألجأ إليها كلما حاصرتني ظروف الحياة. فكان القلم والورقة هو رفيق وحدتي، رفيق لحظات فرحي، رفيق لحظات حزني. فكل هذه الأشياء دائما كانت مرافقة لي. ما عرفت في نفسي أمرا أحب إلى نفسي من القراءة ومن الكتابة، وما زال هذا الأمر يعني حتى الآن. أما الفترة التي أقرأ بها وأكتب فهي فترة الصباح، يعني بين 5 والـ7. أيضا منذ كنت في الصبا كنت أقرأ في مثل هذا الوقت، أشعر أن نفسي متفتحة للقراءة، للكتابة، الاستمتاع. أنا أحب الطبيعة، أشعر بانتمائي إليها. تكريم تناله المرأة هو الأمومة. الأمومة حالة من حالات، حالة وجدانية إلى كونها حالة فيزيولوجية، ولكن هذه تكريم الأمومة للإنسان للمرأة هو حالة من حالات القدسية أنا أعتبره. أحلى شيء علمتنا يا هو الإيمان، أول شغلة أنك تآمني بالله، بغض النظر أنت شو دينك، بتآمني بالله لأنه هو الله أوسع مفهوم للإيمان. علمتنا أنه وقت كنا صغار كنا نروح على بابا نويل وتاخدنا على الكنايس نشعل شمع بالشعنينة، فما خلت شي جواتي كطفلة بعيني، ما خلت شي بعيني أبدا. يعني دائما شبعتنا، شبعت طفولتنا، شبعت كل مرحلة بحياتي. مرحلة المراهقة شبعتها، كنت أهرب لعند أمي، العالم تروح لعند رفقاتها بتحكي لها، أنا كنت أروح عند ماما لأنه ما عندي أخت، كانت هي رفيقتي وما زالت. أنا يعني كما قلت في إحدى قصائدي لأبي أنه يعني أنت غرست في قيم، غرستها في ابني، وها أنا الآن أحصدها أو في أولادي، وها أنا الآن أحصدها في حفيدتي الصغيرة التي عمرها بالأشهر. يعني أقول لها يعني أتمنى أن تحافظي على الثوابت التي تربى عليها والداك، وأن تضيفي إليها معطيات العصر دون أن تخلي بالثوابت. المرحلة الكتير كتير كمان أثرت فيني هي هلأ المرحلة الجديدة اللي عم عيشها، مرحلة الأمومة. أنا أم لطفلة عمرها 3 شهور، وماما الله يطول بعمرها إن شاء الله تضل جنبي دايما، كتير كتير كان إلى أثر بهاي المرحلة. كنت ضعت بلاها، كنت ضيعت أمومتي كلها لولاها. كتير خلتني قوية، خلتني ما أضعف، ذكرتني دائما بأني أنا موجودة. طبعا فيما بعد جاء تكريم الشعر، فأنا كشاعرة تقريبا يعني كرمت في كثير من مواقع وفي كثير من الأقطار العربية من بغداد وحتى الجزائر، ويظل تكريم الحرف هو الأهم، لأننا نذهب وتبقى حروفنا تذكر بنا.
فهذه يعني أنا بعتبره كتير شيء مهم هذا التكريم، لأنه هو الأبقى. يعني الكتابة منحة إلهية، وكل الدعوات التي ذهبت إليها أو التي وجهت لي كانت دعوات شخصية، ولكنني دائما مزططأ قدماي أرض الدولة التي أذهب إليها أشعر أنني سفيرة لبلادي في تلك الدولة، ولو لمدة أسبوع أو 10 أيام. فكل تصرف وكل نجاح وكل أمر كان دائما أحسبه بميزان أنني أنا أمثل بلدي لا أمثل نفسي فقط. فكنت أحيانا في القضايا، مثلا أنا في السعودية مثلا ذهبت إلى مهرجان سوق عكاظ وارتديت زي السعودية، فسألتني إحداهن: هل أنت محجبة في بلدي؟ قلت لا. قالت لي: ولكنني يعني أنت متشددة فيما تلبسين. قلت أنا ضيفة. قالت: هل قال لك أحد بأنه مثلا يجب أن تلبسي كذا؟ قلت: أنا أمثل بلدي ولا أقبل أن أتعرض لملاحظة تخل بانتمائي يعني أو بتمثيلي لبلدي في أي مكان آخر. فهذا الشعور كما قلت لك، يعني البعض يظن أنه إذا ذهب خارج البلد أنه يتفلت من رقابة الذين يعرفونه. أنا دائما كنت أشعر أن الرقابة تزداد حولي، لأنني لم أعد أنا مناة الخير فقط، وإنما أنا مناة الخير الشاعرة السورية التي يجب أن يظل هذا الأمر موجود في خلفيتي، نجاحها وحضورها وما تقرأ من شعر وما تتصرف. أنا مع محي الدين بن عربي في الإيمان بدين الحب، فأنا أرى أن الحب يستطيع أن يفعل المعجزات، والحنان وجه من وجوه الحب. فالحنان يعني أنا قولي لي مثلا إداريا في المواقع التي كنت أعمل بها، فأنا عملت 20 عام في التدريس لم أوجه فيه كلمة نابية إلى إحدى طالباتي. كان يكفي أن أنظر إلى الطالبة بإمعان قليلا حتى تبكي وهي جالسة في مكانها. فأنا أرى أن المحبة هي ماذا نقول يعني المادة السحرية التي يجب أن تبنى عليها العلاقات الإنسانية. سأسقط كل الألقاب لأن الاسم أكبر من اللقب. مناة الخير بالنسبة لي يعني أنا امرأة أحيانا خليني أقول هي تستعصي على الوصف. لماذا؟ مناة الخير تحمل في جنبات روحها قوة العقل وقوة القلب اللي بيخلق فضاء إبداعي مليء بالشغف بالحياة. أنا بعرفها لمناة الخير وقريب منها بمرحلة يعني بمنزلة الابن، وهي قريبة مني بمنزلة الأم الحقيقية. هي بوجهة نظري أم استثناء، ما أنا رقم، هي اسم. أنا بعرفها شاعرة، بعرفها مديرة، بعرفها معلمة، بعرفها ناقدة كاتبة. أضف إلى ذلك بعرفها صاحبة الهوية المنفردة في أنه تنبش خليني أقول فضاءات الحنان الموجودة بأي شخص. كما أنجبت في الماضي أباطرة حكموا روما، جوليا دومنا أنجبت لروما 3 أباطرة، فتستطيع المرأة السورية
ليس فقط أن تربي أبنائها كما قلت وهذا نوع من العمل الوطني، وإنما تستطيع أن تدير اقتصاد بيتها وأن تساهم في الاقتصاد الوطني وأن تقوم بعملها في كموظفة أو مدرسة على أكمل وجه. وأنت تعرفين أن النساء السوريات يخوضن معارك فعلا، فهن في الجيش وهن في كثير من المواقع، وإذا لم تساهم المرأة في بناء الوطن بناء حقيقيا حقيقيا وليس بناء كما يسمى أو كما يبدو من الخارج وإنما من الداخل، فأعتقد أن لا أحد يستطيع أن يملأ الفراغ الذي تتركه المرأة إذا انسحبت من الحياة. النساء السوريات مطلوب منهن اليوم أن يعدن عجلة الحياة وأن يتخلينا عن تحفظهن أو شيء من الترف أو شيء من الخجل، وينزلن إلى ميدان البناء لبناء سوريا الحديثة. فالوطن الذي لا تبنيه اللي تساهم في بنائه المرأة لا تعرف كيف تحافظ عليه. صحيح قدمت النساء كثيرا، يعني أنا أحزن على النساء في الحروب لأن المرأة هي التي تدفع الثمن الأكبر. نقول الآن أن ربما المتعلمات أكثر، ولكن كما قلت لك يعني مرت فترة من الترف الاجتماعي التي لعبت بعقول بعض النساء، ولكن أظن أن هذه الأزمة ستعيدهن إلى أرض الواقع وستعيد إليهن الدور الحياتي والدور الوطني الذي عليهن أن يلعبنه. أحلم أن تكون سوريا رائدة في تغيير بعض الأنظمة وبعض القوانين على مستوى العالم ربما، التي تستعيد من خلالها المرأة دورها كما كان في السابق، يعني دور ريادي. فطالما هي مستلبة في بعض جوانب القانون فهي دائما منقوصة الحقوق. اتحاد الكتاب العرب يعني مؤسسة منظمة تعنى بشؤون الفكر، وبالتالي فنحن حاولنا كاتحاد أن نقوم بدور ولو جزئي ونسبي. فكنا دعونا إلى عقد جلسات حوار، واستمرت هذه الجلسات حوالي عام كامل. كنا في كل أسبوع نستضيف مجموعة من المثقفين والمفكرين والمعارضين الوطنيين، وتتم هناك يعني يكون هناك جدول للحوار وتقريب وجهات النظر والكشف عن السلبيات وتسليط الضوء على الإيجابيات. لما كانت مديرة المسرح القومي باللاذقية حقيقة كانت يعني ما زلنا حتى الآن بعد غياب سنتين عن الإدارة، حتى الآن نحن يعني عم نعيش بهذا الفضاء اللي خلقته في هذا المسرح. هو فضاء كتير إبداعي، خلت المسرح ينبض بالحياة، ينبض بالشغف. بعدنا لحد هلأ نحن عم نحاول أنه نتمسك بهي الذكرى اللي كانت موجودة. أقلع المسرح بطريقة كتير فيها لمسة إبداع، فيها لمسة حنان. بطاقة شكر لكل الذين أناروا طريق بداياتي، لأمي وأبي، لمعلماتي، لأصدقائي وصديقاتي، للعثرات التي وقعت فيها والنجاحات التي أنجزتها. أنا أقدم بطاقة اعتذار لكل الأمهات السوريات اللواتي خسرن بيوتهن، خسرن أمنهن، خسرن أولادهن، خسرن هؤلاء الشباب الشهداء اللواتي يعني أنا أشعر كما قلت لك بأن كل الاعتذار، كل التكريم الذي يمكن أن نقدمه لهن ولا يفيهن إلا جزءا يسيرا جدا. فأنا أعتز بكوني أنتمي إلى فئة هؤلاء الأمهات. طبعا الله يخلي أولاد الجميع، ولكن هؤلاء الأمهات اللواتي يظهرن من البطولة ما حقيقة ما تعجز اللغة عن وصفه. يعني عندما تقدم الأم شهيد الأول والشهيد الثاني والشهيد الثالث،
يعني أي جبل من الصمود هي حتى تستطيع أن تظل صابرة وصامدة؟ فلهؤلاء أقدم بطاقة اعتذار وبطاقة تقدير. يعني أقول للجيش العربي السوري، هذا الجيش من أين نبتكر لغة تليق بقاماته وبقامات بطولاته؟ من أين نبتكر لغة تستطيع أن تصل إلى مستوى تضحياتهم؟ هؤلاء الذين سجلوا أساطير حقيقية في البطولة قد لا نعرفها اليوم، ولكن التاريخ سيكشف عن هذه البطولة، هذه البطولات التي أذهلت العالم. صدقيني أنها أذهلت العالم، وربما في أيام قادمة سيدرس هذا الجيش وصموده أفراد ووحدات، سيدرس في المدارس العسكرية السورية التي اعتادت أن تقدم واعتادت أن تكون مشعل نور ومنارة. سورية التي كانت أوغاريت كانت مساحتها لا تتجاوز مساحة اللاذقية، ومع ذلك سيطرت على تجارة المتوسط بكامله. كان هناك 90 سفينة فينيقية تجوب المتوسط. أقول للأمهات السوريات، هؤلاء جداتكن، فلا تكن أقل منهن. يعني المرأة السورية عليها أن تنفض عنها ما لحق بها من زيف ومن تصنع، وتستعيد جوهرها، تستعيد إرادتها، وتستعيد دورها الحضاري، لأن المرأة السورية هي نموذج لسورية، الأم السورية هي نموذج لسورية، وكما كانت سورية أم الحضارات، يجب أن تكون المرأة السورية هي أم النساء في كل مكان. إلى كل الأمهات في عيدهن مدي يديك. أذار جاء وها تلبدت السماء بغيم صوتك والصلاة. مدي يديك لتستعيد الروح خضرتها، وترجع للوعول يفاعة العشب الطري وللعيون الأغنيات. مدي ضياءك، نحن مسلوبون من عمر تشقق باللهاث وراء ما لا ينتهي، لتعود للزيتون خضرته. مدي ضياءك، نحن مسلوبون من عمر تشقق باللهاث وراء ما لا ينتهي، لتعود للزيتون خضرته وللشطآن زرقتها، وترجع للكروم المفردات. مدي رحابك لاحتضان المدلجين، تطاولت أحزانهم ليلا ترجعه انكسارات الصواري في بحار الذكريات. عيناك والهتان تشتعلان عبر دفاتر الأيام، مزقها انتظار وانكسار، فوراء كل جنازة قلب، وفوق النعش قلب، والسرير يهزه قلب، وقلب في تماسكه انتظار. قومي إلى الجسد المدرج بالصباح، فها جراح اليافعين طرية، وقلوبهم تحتاج كفك كي تنام، وعلى الدروب حقائب يبست تحن إلى الأصابع فارقتها، فاستكانت جثة بين الحطام.